حين نصاب بالكآبة والخمول نلجأ لطرق مؤقتة للحصول على السعادة والطاقة، كتناول الشوكولاتة مثلاً، فهي تفرز هرمون السعادة بالجسم لفترة محدودة بالطبع، ويعود المزاج كما كان بمجرد انتهاء المفعول. فهل بحثتم عن بديل فعال ومفيد أكثر؟ ماذا عن رياضة المشي كطريقة لتغيير المزاج والتخلص من الطاقة السلبية والقلق؟ والأفضل من هذا أنها رياضة مجانية لا تتطلب منك الكثير، ونصف ساعة باليوم كفيلة بأن تنعش جسدك وعقلك لتعود إلى وضع أفضل مما كنت عليه. من الغريب جداً أن رياضة بسيطة كهذه ليست حاضرة بشكل ملحوظ في مجتمعنا، وأن معظم من يبحث عن وسيلة للترفيه أو لتخفيف الضغوط الحياتية أو لإنقاص الوزن لا يعتمد المشي كحل ناجح لما يمر به، مع أن المشي بذاته يحمل فوائد جمة، فهو ينظم الدورة الدموية ويقلل من شدة الاكتئاب والقلق. والمفاجأة لمن يعاني من الأرق، فهذه الرياضة ستمنحك نوماً أفضل بحال الاستمرار عليها. من المفاجئ أيضاً أن المشي لا يساعد على ضبط الجسد فقط، بل هو قادر على ضبط ذهنك أيضاً، فهو يحسن من حدة الذهن، لأن التمارين الهوائية تضخ مزيداً من الأكسجين إلى الدماغ، ويساعد ذلك على تحسين عملية صنع القرار لديك. عديد المفكرين والفلاسفة استقوا أفكارهم من المشي في الطبيعة، ولعلنا نركز هنا على ما قاله الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: لا تصدق أي فكرة لم تولد في الهواء الطلق أثناء التحرك بحرية. الجلوس، قلتها مرة وسأكررها ثانية، هو أكبر خطيئة.